منذ الوهلة الأولى عند زيارة واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي، تتحرك بداخلك مشاعر الفخر والعزة والإباء. فهناك 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر، رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن. وتبلغ مساحة واحة الكرامة 46,000 متر مربع، وتقع في منطقة حيوية مقابل جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي. هذا وتتكون واحة الكرامة من 4 مناطق، هي مركز الزوار وميدان الفخر ونصب الشهيد وجناح الشرف. ومركز الزوار هو تجربة تفاعلية تسرد خلالها قصة نصب الشهيد وبطولات جسدتها تضحيات شهداء الوطن لزوار الواحة. أما ميدان الفخر فبني على مساحة واسعة تتخذ شكلاً دائرياً ليقدم انعكاساً واضحاً لنصب الشهيد وجامع الشيخ زايد الكبير. ويحيط بالميدان مدرج كبير يتسع لنحو 1200 شخص. كما توجد في منتصف الميدان بركة دائرية تشكل لوحة فنية رائعة تجمع انعكاس جامع الشيخ زايد ونصب الشهيد. أما نصب الشهيد فهو مكون من 31 لوحا من الألمنيوم يستند كل منه على الآخر ليجسد رمزا للوحدة والتكاتف والتضامن والتلاحم بين أبناء دولة الإمارات قيادة وشعبا. وللنصب التذكاري دلالة رمزية، فهو يمثل القوة والشجاعة التي تحلى بها شهداء الإمارات وأبطالها، وهو ما يبدو واضحا من خلال نقش قسم القوات المسلحة لدولة الإمارات على العمود الطويل في الجزء الخلفي من نصب الشهيد. كما تضم واحة الكرامة جناحاً للشرف يضم أسماء 196 شهيداً من أبناء الإمارات البواسل الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن. ويغطي سقف الجناح 8 ألواح ترمز إلى الإمارات السبع، بينما يمثل اللوح الثامن شهداء الدولة. وفي منتصف الجناح ألواح زجاجية شفافة كبيرة تجسد عملاً فنياً يمثل الإمارات السبع، وتحيط بها بركة تجري المياه من خلالها، بينما يحيط بكل لوح من الجانبين الأمامي والخلفي نقش بقسم القوات المسلحة يمكن للزوار قراءته من أي جانب. واحة الكرامة منصة لتخليد ذكرى الشهداء وتذكير العالم بأن الإمارات رمز عالمي للتسامح والتعايش.